فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الأكل من لحوم النصارى إذا كنت من ذبائح النصارى إذا كنت لا أعلم هل ذبحوها على الطريقة الصحيحة أو لا؟ محل اشتباه الآن، لأن ذبح النصراني الفرد لا بأس يوكل، لكن ذبائح الشركات في مصانع وفي مجازر عامة يعني ما يذبحون على الطريقة الشرعية، فالإنسان يتوقف فيها، وفي يأكل من السمك، يأكل من ذبائح المسلمين، لأن يعني ما في بلاد من بلاد الدنيا ما فيه مسلمون ويذبحون لهم. نعم.